يقول: ما الحكمة من عدم الجهر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر والجهر في بقية الصلوات؟ الله أعلم، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحكمة فلا نعلم على وجه الجزم، ولكن الجهر بالليل لأن الليل تسكن فيه الشواغل ويكون أدعى لحضور القلب والتأمل، خلاف النهار. قال جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. نعم.